وقفني حاجز مسلح، شا يقول لي هذا ضابط نجمة، أريدك تأخذ هالأربع جنود توصلهم للعاصمة داخل. رشاش أخذ، ركبوا بالسيارة وياي. أربع جنود عراقيين آخر مرة خذوا شاور يمكن في حرب 48، يعني ما شاء الله مو راكبين معك جنود ألمان ضمن الكتيبة شو اسمه حفظ السلام في البوسنة مثلا، جنود عراقيين مجندين بس عندهم لابسين هذا المثلث الحمر مال الحرس الجمهوري، كلهم حرس جمهوري.